البلاد لا يوجد لها إلا طريق واحد ونفق واحد، وهو التحرير، ولا سوى غير التحرير، وغير إخراج عصابة الحجر الرهيبية من صنعاء ليس هناك خيار آخر. الموضوع أو الكلام على موضوع تسويات سياسية، هذا كلام للاستهلاك الإعلامي والمجتمع الدولي. الميليشيات الحوثية تتحدث بوضوح على أنها ذاهبة إلى معركة حاسمة، نعم وللأسف على أن القوات الحكومية وحكومة معين عبد الملك بالذات لا ليست ذاهبة إلى هذا الاتجاه، بقدر ما هي ذاهبة إلى مزيد من الفساد وشق الصف الجمهوري وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة من أجل توحيد الصف الجمهوري. وهنا ما حدث اليوم في الكدحة، وما يحدث في حريب، وما سيحدث غدا لن يألي جهدا للقوات الحكومية غير على أن تتصدى في هذا الإطار ما لم يتخذ المجلس الرئاسي والحكومة قرارا واضحا على تخليص اليمن من هذه العصابة. الشعب جاهز من الناحية الجماهيرية والنفسية والاستعداد للقتال طواعية ودون أي مال، القوات الحكومية جاهزة، الشباب جاهزين، المقاومة الوطنية جاهزة، لم يعد هناك غير خيار القرار من المجلس القيادي الرئاسي والحكومة، والذي مرتهن قرارهم إلى من قام بتعيينهم.